شوف، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا على مستوى البلد وعلى مستوى المحافظات الغربية. اي ان منظومة الفساد انتشرت بشكل كبير جدا وضخمت بشكل كبير جدا، بحيث اصبحت مؤثرة على المجتمع، واصبحت مؤثرة على الأجهزة الرقابية وقسم من الأجهزة القضائية، ويعني أصبح من الصعب اختراقها وإبراز عناصر جديدة تقدر تقود، لا تمتلك نفس إمكانيات هذه القوى الموجودة حاليا اللي أخذتها بالدرجة الأساسية من نهب المال العام. أي فأنا شايف أنه الحركات اللي تقوم بها هيئة النزاهة الآن والتحركات اللي تقوم بها هيئة النزاهة الآن مشكورة. أنت شكرتهم ذاك اليوم جنابك بال. أنا هم أريد أشكرهم. أي والله يستاهلون. أشكر يعني قسم من إجراءات القضاء اللي اتخذها بحق البعض، وأتمنى أن هذا الموضوع يستمر حتى على الأقل يوقف التدهور الموجود حاليا، لأنه اليوم صار النهب لأموال الدولة بلا خوف بلا حياء. هسه قبل ممكن ما يخاف بس يستحي، أو يستحي لكن ما يخاف. الآن الخوف راح والحياء راح، فأصبح يعني مقبول حتى للأسف حتى اجتماعيا، يعني بدأوا ينظرون إلى أنه خلاص الكل أصبح يقول الكل فاسدين، ولذلك هؤلاء حالهم حال الآخرين. هذا الكل حاولوا أن يشيعوها حتى يقولوا لم يبقى شخص نظيف، وبالتالي يسمحوا لنا أن ننهب ربما أكثر من عندهم، لأنه بالنتيجة حال الآخرين مثل حالنا. حاولوا أن يغرزوا هذه الفكرة عند المجتمع العراقي في أن الكل فاسدين حتى يفسدوا بالطريقة اللي يفسدوا بها الآن، في حين أن واقع الحال مو صحيح. لا زال هذا البلد بيه شرفاء، لا زال هذا البلد بيه ناس تخاف عليه، تخاف من رب العالمين، تخاف من حساب الآخرة وحساب الدنيا. أي لكن للأسف الشديد شاعوا هذه الفلسفة في داخل، وهذه الفكرة في داخل المجتمع العراقي، بحيث بدأ يتغاضى عنه. تقول له فاسد يقول لك ما يخلف، مو دايبني، مو بلطنا الطريق الفلاني، مو وصلنا هذا الطريق. أي. يمن يعني حضرت الأبقار مو زين. انت تذبها انت تحكيها شويه وتذبها بعدين كلها براسي. لا خليني نكمل البرنامج على سلام. ولذلك الشارع على سلام. وداتك انا الجرعات الاضافيه التي الان يتعامل بها القضاء والنزاهه، انا اعتقد، او هل تعتقد معي او تشاركني الاعتقاد، أن هذه الجرعات بالقضاء وبالنزاهة الآن ممكن أن تشكل بالمرحلة القادمة تسونامي خطير على ذول الولد الفاسدين؟ راح أقول لك شيء. والله لو تصدت جهة معينة، القضاء أو الحكومة الحالية حاليا، وأصبح هناك استعداد للمحاسبة الحقيقية. نعم. الملفات على معظم يعني كبار الفاسدين موجودة الآن في دوائر الدولة وموجودة عند المواطنين. أي. مجرد أن يكون هناك استعداد لضرب منظومة الفساد بقوة وبدون تردد، سيكون هناك مجال لإصلاح المنظومة السياسية بشكل كامل. تمام. لأنه سيتساقط معظم المتصدين حاليا في النظام السياسي الحالي بملفات الفساد، لكن نحتاج إلى من يجرأ لكي يذهب ويقول سأفتح كل هذه الملفات. عند ذلك لا تحتاج انقلاب ولا تحتاج انتفاضة شعبية يروح بها دماء وما إلى ذلك، فقط اطرح هذه الملفات على الشارع وهم سيسقطون. We'll be right back.